بطولة سوريا المحرة للكاراتيه لجميع الأندية، يشارك فيها ما يقارب 12 نادي، عدد المشاركين 75 لاعب مختلف الأوزان، وتشتمل البطولة على الكاتا الفردي والقتال الفردي. وقد وجد لدينا كثير من اللاعبة المهجرين، وكانت خامات وتم ضمها إلى الأندية، وتفعيل الكاراتيه السوري الحرة بشكل كبير جدا داخل سوريا في المحرر وخارجها. اليوم عملنا نشاط رياضي، بطولة محافظة إدلب لفئة الشباب. طبعا البطولة كان فيها مشاركين عدة أندية من كافة ريف إدلب ومحافظة إدلب. البطولة كان فيها مباريات قتالية، قتال فردي وقتال جماعي وكاتا، وعملنا كمان عروض. كان في كتير مشاركات وكان في كتير جمهور، والبطولة كانت برعاية مجلس مدينة إدلب.